بص يا جلال، اقول لك حاجه، لو احنا فضلنا عايشين على العيشه اللي احنا عايشين فيها اللي هي ما عرفناش نغيرها، ان شاء الله اول لما شريف يطلع بالسلامه نتجوز بخته واسافر. وانت كمان مالكش عيشه في ام البلد دي. لا انا اخر واحد هيمشي من البلد دي، انا حتى كمان لو لقيت نفسي اخر واحد مش هسيبها. ليه بقى؟ ما انا هبقى رئيس الجمهوريه. انت عارفه يا شيماء، انا اصحابي المصورين الاجانب بينزلوا غابات وصحاري افريقيا مخصوص علشان يصوروا الحيوانات المفترسه، النمور والاسود وحياه الكائنات الضعيفه وصراعها من اجل البقاء رغم المخاطر. ده انا بقى هلاقي غابه احسن من هنا فين علشان خاطر اشتغل عليها. وعلى فكرة الكائنات الضعيفة دي في مصر بقالها 60 سنة بتحارب من اجل البقاء، مين يفكر فيها؟